تأمل من أنا. نأخذ نفس عميق ونسمح لكل التوتر أو الألم والأفكار بأن تغادر مع الزفير. نفس عميق ببساطة، نتحرر من كل شيء لا يخدمنا حاليا. نسمح لجسدنا بأن يسترخي. نستشعر الاسترخاء في كل عضلات الجسم، أعضاءه وفي كل خلية. نعمل سكان للجسد فقط، نكون واعين بكل جسدنا ابتداء من الرأس إلى أصابع القدم. لما تجي فكرة معينة فقط نسمح لها بالرحيل ونرجع تركيزنا إلى جسدنا من غير أحكام، من غير أن نحاول نغير أي شيء. فقط مراقبة ووعي بالجسد. إذا شعرنا بأي توتر أو ألم أو عدم راحة في أي منطقة من جسدنا، فقط نسمح لهذا الشيء بأن يكون. Thank you.
نستشعر الحياة داخل جسدنا. نستشعر الوفرة من الخلايا اللي تعمل في صالحنا. فقط نكون واعين بكل جزء من جسدنا. تدريجياً ننتقل إلى وعي أعمق، وهو الوعي الغير مشكل، الغير محدد. ما وراء الشكل، شنو اللي موجود؟ أسأل نفسي السؤال، من أنا؟ وأستشعر الوجود. أستشعر وجودي ما وراء الشكل. الوعي بأني واعية. أستشعر أنا موجود. لطالما كنت ودائما سأكون موجود. قد يختلف شكلي، مكان وجودي، والزمن، لكني دائما موجود.
أنا من أنا، أنا موجود. أستشعر هذا البعد الغير مشكل، فقط وجود حر، ما إلى شكل ولا حدود. هذا الشعور سيعطيني شغف الحياة والأمل بأن أكون كما أريد أن أكون. لأني موجود بلا حدود. أستشعر هذا الوجود الذي طالما كان موجود. أستشعر بأني وعي بلا حدود. ثم أرجع تدريجيا إلى هنا والآن في هذا الشكل وهذا الوجود حاليا. أخذ نفس عميق، أستشعر جسدي مرة أخرى، وأشعر بالامتنان لكل الوجود.